اللي داخله على جواز حته النكد دي. however النفوس بتتغير ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحب يدعي الدعاء ده حسب الاحاديث, وانا اي لايك تو تيك الحديث اللي عجبني يعني. شكله بوزيتيف, الحديث حلو, ثبت قلبي على دينك. كلنا مين واحد فيكم قلبه ما اتغيرش على كل حاجه في الدنيا؟ مين واحد فيكم فينا قلبه ما اتغيرش على درجه الايمان, على اهله, على اصحابه, على جوازاته, على اولاده, على ضناه؟ واخد بالك كل يوم قلوبنا بتتغير. سو طبيعي جدا ان احنا لما ندخل جوازة ممكن بعد الشر الشيطان يزور. وخلي بالكم يا جماعة, والله انا بشوفها دايما في جوازات. انا بحب جدا العلاقات الحلوة وبفرح قوي 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 لما بشوف علاقات جميلة. يعني لسه مثلا من المصورين الجمال بتوعي في طارق نور بيرتبط, بقول له يا ابني اقرا معوذاته وما شاء الله لا قوه الا بالله ودري على شمعتك تقيد. تخيل لما انا اكون 25 سنه في امريكا. بس برضه بفكر في حته انه الحسد والناس والكلام ده كله, لانه اعتقد ان في نفوس البشر بتحسد دايما علاقات الحب والزواج والاستقرار. غير كده اكتر حاجه لو حللناها بجد, ابليس الشيطان بيحب دايما يفرق بين الزوج والزوجه, الزوجين. ايات في ايات معينه عشان لو حد ما عمل له عمل ولا هيتعمل له يعني. هاتوا الفلوس اللي عليكم, ننجز نجيب الفلوس اللي علينا. في اللي هو الرؤيه الشرعيه, الرؤيه الشرعيه. في الرؤيه الشرعيه كانت في ايه دايما بسمعها وانا نايمه بترن في ودني, بمعنى انه الشيطان بيحب اكتر حاجه يعملها انه يفرق بين الزوجين. سو ممكن تكون العلاقه زي الفل والراجل كويس والست كويسه, بس فعلا الموضوع شيطان. وممكن تكون جوازه سودا ووسخه وناس واطيه, وبليز ليتس ليف ذم از سون از بوسيبل. يعني تعذبيش نفسك يا امي اكتر من كده, او انت اكتر من كده. امشي من الجوازه السيئه دي, وكل فوله تاخد الكيان بتاعها. however في كي الحالتين, لانه طبعا اكيد الواحد وهو داخل يتجوز مش داخل يتجوز وهو شاكك في اللي قدامه, مش هتبقى جوازه واشك في, يعني ادم هتجوزك ما اشكش فيك. however اشك في الظروف. مين اللي بيسال؟ hello hold on let me see how much I have. absolutely god bless you, here you go. cigarettes you smoke too? Here's one cigarette. There you go. All right, take care. Be safe. لا بس شحات ونزهي, عايز سيجاره كمان. المهم ربنا يستر عليهم كلهم جميعا. كنت بقول ايه؟ انا بنسيت. راجل فصل. امريكا اتغيرت يا جماعه. سو انا لو البني ادم دخل على جوازه لازم تكون 100% مطمن. اصل مش مرتاحه, اصل مش عارفه أدأ. لو في حاجه فيها كلكعه اقلبيها اقلبيها, مش ناقصين امراض نفسيه. البحر مليان سمك, الحياه فيها كتير. وممكن ما نقولش الراجل ده وحش او الست دي وحشه, لا احنا بس مختلفين, بس we're just different. من الحضري انظف واحسن الناس اللي قابلتها في حياتي في تكساس. الله يرزقكم الخير يا رب. بس النقطة الأساسية المهمة جدا, إنه أرجوكم يا جماعة لازم تكون المرأة مستقلة ماديا من عملها, مستقلة ماديا من عملها. بليز استقلي ماديا من عملك. ما تبقيش متجوزة أو عايز تتجوزي عشان تتكلي على حد ماديا. ما يبقاش الظروف صعبة. كلنا دلوقتي كلنا unprecedented times, كلنا بنمر بظروف مختلفة بسبب الكورونا. كتير خسر شغله وخسر أملاكه, كتير بيكسب سبحان الله. وفي السماء يرزقكم ما توعدون, يعني دي حاجات بتاعت الله. عندي أمل فيه, ما حدش في الدنيا, بصوا خدوا مني العالم كله, ولكن ما حدش هيعرف ياخد أملي بالله. سو أنا متأملة أن رغم هذه الظروف السيئة البني آدم برضو يعرف يجيب رزق لو ربنا كاتب له, لان خزنه الله واسعه قوي. just think about it قد ايه, يعني لو الراسماليه فيها فلوس قد كده يبقى قد ايه خزنه الله واسعه, سبحان الله يعني. او 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 يعني سيدنا سليمان, طب ما مش من نفسكم تبقوا في العز بتاعه؟ يعني نتامل بس في خير الله ونشتغل حلال.
لكن لو انت في ظروف، وانا بقولها لنفسي، في ظروف مش مستقرة، يبقى مش ده الوقت المناسب انك تاخدي قرار مصيري في الزواج. لانه ساعات كتيرة بنات كتيرة، اكشلي كل البنات اللي قابلتها في حياتي من العرب كله بلا استثناء، كله بلا استثناء، انا ما قابلتش واحدة من او يعني اللي اتجوزوا على ايدي، ما قابلتش واحدة من اللي اتجوزوا على ايدي ولا شفتهم بيتجوزوا غير لما كانت بتجوز بسبب قهري. الجواز مش للسبب القهري، ما ينفعش. اللي تتجوز عشان تهرب من اهلها، اللي تهرب من نكدهم، اللي عشان خاطر تستر على نفسها جنسيا عشان حيحانه شويه، اللي which is fine، اللي عشان خاطر مش مستقره ماديا، اللي عشان خاطر اسباب، في اسباب كتير. لو انت جوازك مش 100% ان انا عايزه اكون مع الراجل ده لغايه ما اموت على الحلوه وعلى المره لغايه الموت، ما تتجوزوهوش، اصبري. Alright. عايز تطلعي من بيت العيلة، انا understand انه بيت العيلة ساعات كتيرة بيكون lethal، بيكون في you know خدشات نفسية، مختلفين ما عرفش ايه، في طريقة وفي اسلوب وفي صبر وفي لغة حكمة تخليكي تعرفي تعيشي مع الناس اللي انت مش عارفة تتفاهمي معاهم قد ما تقدروا في صبر وسلام، تعايش في صبر وسلام، زي ما دول كتيرة حوالين بعض مفروض تكون بتتعايش في صبر وسلام. لكن ان انا عشان انط من مركب ابويا وامي عشان ابويا وامي مختلفين، انتي ما فيكيش خير، وهتاخدي واحد ما فيهوش خير، وهيزلك وهيمرضك وهيتعبك قوي. اوعي تتجوزي عشان محتاجة، اتجوزي بس عشان محتاجة تعيشي مع الراجل ده لغاية ما تموتوا، لو without you I can't live. This is the kind of relationship that really works. ودي محتاجة a lot of dating يا جماعة، عشان احنا برضو عندنا dating كعرب يعني مش فاهمين يعني ايه dating. dating يعني ان انت هتعشريه، هتتعاملي معاه في الظروف الصعبة، مش نطلع نشرب ليمون على النيل، دي مش ظروف صعبة، ده هو كده لما اخذ بيحط بتاع العرق مزيل العرق مره لقطه، وبيقابلك مره في الاسبوع وبيستلف 50 جنيه ولا حاجه ولا دولار ولا بتاع من صاحبه وبيبلفك. وياما جوازات الرجاله كذبت على ستاتهم عشان وعدوهم ان انا لما هتشتغل، لما هتتجوزي هتشتغلي، ولما تتجوزي هتلبسي، ولما تتجوزي، ولما تتجوزي، ولما تتجوزيني. يعني ده وعد مع الله وده عقد مع الله، اهم العقود واهم الوعود. خلي بالكم الكلمه اللي بتطلع، بس للاسف الشديد لازم نعلمهم ازاي برجاله، الكلمه اللي بتطلع منك يا رحمك وعد عند الله، تمام؟ فانت لو وعدني ان انا لما هتجوزك هفضل اشتغل في سين من الشغل وفجاه غيرت رايك، يبقى انت بتخالف الوعد، يبقى الجوازه دي مش جوازة، تبقى بطلة، تبقى زور، تبقى انت كده بتخدعني، يبقى في خداع، تبقى انت كده مش متجوزة صح. خلي بالكو اللغة العقود الجديدة بتاعت العصر الحالي اللي احنا فيه، والمحكمة الامريكية نروح نعمل معرفش ايه وكده، حاجات كتيرة قوي دي حمادة. والوعد والعقد ووفوا بالعقود، وفي آية في القرآن الكريم عن كده، ولكن سبحان الله ما حدش بيحترمها. سبحان الله قد ايه ربنا مورينا كل حاجه في القران الكريم واحنا ما فيش فايده فينا زي القرع. بنحاول نعمل مانيبيوليشن لاي ورقه تحت ايدينا يتجوزها المعتوه من هنا ويخليها تستغنى عن اي حاجه من الحاجات اللي ليها المفروض، وده كده غش. انت لو قد حاجه من اولها تقول بمنتهى، تروح لها عريان بلبوس يا معلم، بصي انا فلوسي كذا وديوني كذا وسكتي كذا وتاريخي كذا وديني كذا وملتي كذا وفلسفتي كذا وقدرتي على الانجاب كذا وقدرتي الذهنية والاستوعابية والجنسية، كلموا مع بعض عن قدراتكم الجنسية، لان في ناس بتبقى عندها قدرات معينة واحتياجات معينة، وفي ناس تانية مش هتبقى قابلة الاحتياجات دي والقدرات دي. عادي ان احنا نتكلم عنها في النطاق اللي انا عايزة اعرف عشان ما اصدمكش وما تصدمش نفسي. الكوميونيكيشن مهمة جدا، والظروف الصعبة أهم وأشرس. مش عايزة أقول لكم ربنا يبتليكم بظروف صعبة عشان تشوفوا الحقيقة بتاعت اللي قدامكم، بس أنا ما شفتش حد عربي اتجوز حد غير لما كذب عليه وخدعه بطريقة. وأتمنى أني أشوف بعد كده في أمريكا أو في مصر جوازات صدقة يا جماعة، لأنه it's very disgusting and disturbing أن البني آدم يكون عايش وبيعاشر واحد ومدخله جوه رحمه
وفي كذب، حاجة بمنتهى القذارة. فكروا فيها كتير، استقلي ماديا، find a way. ادم عندك انترنت وبتعرفي تطلعي على الانترنت وبتعرفي تشوفي فيديوهات على الفيسبوك، يبقى صدقيني هتعرفي توصلي للاستقلال المادي. You have to be very independent financially عشان بعد الشر لو طلع كلب ما يزلكيش، لو طلع تعبان تسنديه، لو طلع بخيره خير كنتوا الاثنين يبقى مملكة. سلام.